Hello and welcome to the news from Bahrain International. I am Hamad Yusuf. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa participated today alongside their Majesties, Highnesses and leaders of Islamic countries in the opening of the 14th session of the Islamic Summit of the Organization of Islamic Cooperation. The summit was held at the Safa Palace, chaired by the custodian of the two holy mosques, King Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Thank you.
During the 14th session of the Islamic Summit, His Majesty the King delivered the following speech. أعطي الكلمة الآن لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه، رئيس الدورة الرابعة عشر للقمة الإسلامية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها مناسبة هامة أن نجتمع معا في جوار البيت العتيق في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل، ونحن نمر في مرحلة تاريخية دقيقة لا يسعنا فيها إلا أن نتوجه بالشكر والتقدير لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس القمة على دعوته الكريمة التي تأتي في توقيت صائب، بما يؤكد قيادة المملكة العربية السعودية السياسية والروحية للعالم الإسلامي، وبأن خادم الحرمين الشريفين هو راعي المبادرات الجامعة والمواقف الموحدة والتي نقف مساندين لها في السراء والضراء، ونتطلع إلى تحقيقها لأهدافها السامية في إحلال أجواء السلام والتوافق والاعتدال، لتتفرغ شعوب المنطقة ودولها للبناء والتقدم وصولا لما نطمح له من رفعة ومنعة لأمتنا الإسلامية. وفي تقديرنا فإن الظروف الإقليمية الراهنة تتطلب تبني صيغة عملية لحلول ومعالجات حاسمة وفورية لما نشهده من قضايا وأزمات وبتداعياتها التي نحن في قنا عنها، ونجد في إطالة أمدها سبباً في هدر مواردنا وتهديد مصالحنا وإرباك مسيرتنا الإنسانية نحو العيش المشترك والحياة الطيبة الآمنة التي تستحقها شعوبنا. وفي مقدمة تلك القضايا أيها الإخوة، الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، متطلعين في هذا الشأن إلى الدور الفاعل لمنظمة التعاون الإسلامي وتنفيذ كافة قراراتها المرتبطة بسبل نيل الشعب الفلسطيني الشقيق لحقه المشروع في قيام دولته المستقلة الكاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لمبادرة السلام العربية ولحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة. كما نأمل بأن توفق أعمالنا في الخروج بمبادرات طويلة المدى تؤكد على المسؤولية المشتركة في إرساء دعائم الأمن الشامل والاستقرار في المنطقة، ومساندة المجتمع الدولي في تأمين وحماية تدفق إمدادات النفط وحركة الملاحة، وبيان الدور المؤثر والمسؤول لدول المنطقة في المحافظة على مستويات الاستقرار للأسواق العالمية. ونرى بأن صوت العقل الذي تنادي له هذه القمة الموقرة سيأتي بتصورات شاملة لمستقبل علاقاتنا وتحالفاتنا، بالتأكيد على الالتزام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة
واستغلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية لنصل إلى مرحلة متقدمة تتقارب فيها مواقفنا وسياساتنا تجاه صد قوى التطرف والإرهاب وردع المحاولات المقرضة التي تتعمد شق الصفوف وإثارة الفتن وإضعاف جسد الأمة. عفانا الله من شرورها وأعاننا في مواجهتها على التمسك بمنهجنا المنطلق من شريعتنا القراء الداعية للتسامح والاعتدال والحاضنة لقيم التعايش والسلام لما فيه خير البشرية جمعا. وفي الختام نكرر تقديرنا الكبير وامتناننا العميق لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته الطيبة بعقد هذا الجمع المبارك بإذن الله وترأسه لأعمال الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي التي يمر على إنشائها نصف قرن، وهي ذكرى جديرة بالاعتزاز والإشادة بالنظر لمتانة هذا الصرح وثراء مسيرته الهادفة إلى تفعيل دور الكتلة الإسلامية عبر توحيد مواقفها وإعلاء كلمتها، ولتكون أمتنا كما وصفها سبحانه وتعالى في محكم كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس بإحقاقها للحق وردع كل باطل. شاكرين لأمانة المنظمة وفريق عملها بقيادة أمينها العام الدكتور يوسف بن أحمد عثيمين سعيهم الحثيث للارتقاء بعمل المنظمة وإسهامهم الواضح في الإعداد لأعمال القمة، داعين المولى في علاه أن يكلل مساعينا جميعا بالخير والتوفيق وأن يهدينا للعمل الخالص لصلاح وفلاح أمتنا. وكل عام وأنتم في رفعة وأمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa met with the President of the Transitional Military Council of Sudan, Lieutenant General Abdel Fattah Al Burhan, in Saudi Arabia. His Majesty expressed Bahrain's pride in the brotherly relations with Sudan on all levels and its keenness to widen these relations, which support the interests of both countries and people. His Majesty affirmed Bahrain's firm stance in supporting Sudan under all circumstances and its full support at this important stage of its history through all the developments it currently undergoing. His Majesty also asserted full support for Sudan's security, stability, and ensuring unity among the Sudanese people and meeting their aspirations for further progress and prosperity. He praised the important role played by Sudan in the Arab Alliance to support the legitimacy of Yemen under the leadership of Saudi Arabia and the strong and efficient Sudanese army in completing the task entrusted to it and to achieve the goals sought by the alliance to establish security and peace in Yemen. Lieutenant General Abdel Fattah Al-Burhan expressed appreciation for the support of His Majesty the King, which reflects the brotherly relations between the two countries and their people, wishing Bahrain further progress and prosperity under the leadership of His Majesty the King. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa attended a Suhoor banquet hosted by the custodian of the two holy mosques, King Salman bin Abdul Aziz Al Saud, at the Safa Palace upon the end of the 14th session of the Islamic Summit of the Organization of Islamic Cooperation in honor of the summit participants. The representative of His Majesty the King for Charity Work and Youth Affairs, Chairman of the Supreme Council for Youth and Sports, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, affirmed that upon the directives of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, Bahrain is working on enabling the youth in various fields, including the establishment of commercial companies, to help them create a better future through small and medium-sized enterprises. His Highness noted that His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa has a vision to include Bahraini youth in the labor market and the establishment of commercial companies for people of age 18. His Royal Highness's directives to invest in the youth, which is one of the objectives of Bahrain's strategic plans, have been implemented by including them in the labor market and helping them establish their own companies.
His Highness pointed out that the decision issued on the regulations for the establishment of minors and adults for 18 years is a product of the 2018 Youth Summit, which is one of the initiatives of the National Program for the Development of Youth and Sports Sector, and it is important for the realization of the aspirations of young Bahrainis, who are considered the main component of the economy of Bahrain. His Highness praised the efforts of the Minister of Justice, Islamic Affairs and Endowments, Sheikh Khalid bin Ali Al Khalifa, the Minister of Industry, Commerce and Tourism, Zayed bin Rashid Zayani, and the Youth and Sports Affairs Minister, Ayman Tawfiq Al Mayyad, who delivered a thorough study of the establishment of commercial company practices for those of ages between 18 and 21.